لك راه داك الجبل ما خصوش يتقاس لانه ارث ديال ثقافي. كاش هما هما كياخذوش ايه دابا راه كيبنيو به. شكون اللي كياخذ السلطات؟ الجماعه هما اللي كيجيبوا داك الكروا وداك الشيء وهما كيخدموا داك الشيء بالليل بالبروجيكتور وداك الشيء. دابا راه دابا الان دابا كاينه واحده راه كتحيد تتحيد سميت الله نمشي نصورها نسيبطها لكم نصورها نسيبطها لكم. نا شفناهم شفناهم قبيله فاش مشينا صورنا في المكان. اييه كاينين شفناهم نعم تيا. وعندي فيديوهات كيفاش كان الجبل وكيفاش غادي كيتحيد وكيفاش غادي كيتعيد وكيفاش دابا ولا. اذا هذا نهب الثروات ديال هادشي اللي كاين ديال الدوله. قالوا لي جري طوالك ما عندكش. وكيمشيو بنيو وكيمشيو بنيو بهم المصالح ديالهم الشخصيه ديال القياده والسبيطار السلام عليكم. انا خديجه كنسكن في مول ابراهيم منطقة مولاي إبراهيم. شريت واحد البقعة كتسمى إيمين استدرمت فيها الثامنة من الشعير. قالوا لي ديري خاصك ديري البلان من اللي بغيت نبني. قلت لهم واخا درت البلان درت الرخصة. فاش جيت ندير البلان خلصتو على جوج المرات لأنه التقني هو اللي كيتحكم في البلان. ملي عطيتو الفلوس الأولين نكرني. قال لي الرئيس مشيت نشكيلو عند رئيس الجامعة. قال لي رئيس الجامعة بحالي كديري بطاطا صندوق ديال البطاطا. قلت له لا انا سيد تاويت معاه ب 40 الف ريال ندير البلان خاصو يعطيني البلان ديالي. المهم من بعد رئيس الجامعه ام كيزو ام كيزو سي محمد ام كيزو التقني سميتو الهناوي هي هذيك نكرني. المهم بعد واحد المشقه ديال ما بين القايد والخليفه عام لحوني عاوتاني المحكمه. مشيت للمحكمه ربحت القضيه ولو اعترف هو بيديه بانه خالف البلان. قال لي حنا ما كان بنيوش بالبلان لحقاش غير جماعه قرويه قدام السيد القاضي اعترف. قال له الحديد قال له حنا ما كان مشيت. مهم اعترف انا قلت صافي حقي غادي ناخده لانه اعترف. وخرج هذاك المحامي ديالو تيقول لي اودي غير القاضي بيديه كيضرب يده كيقول لي اش هادشي كتقول. قلت صافي انا خديت حقي. في الاخر كنتفاجئ داروا بيه الاصلاح. قال لي المحامي سيري ملي كاين اصلاح غادي يصلح لك سيري بهذا اللفظ. قال لي سيري تكمشي الساس اللي فاش جات الخبره راه هو هذاك واحد الساس ما كاينش الغرق هو هذاك الحد فيه 48 سنتيم وعندي خبره ديال المحكمه. ملي كنتفاجئ بالشقوقه مشيت لعند الخليفه كنشكي. الخليفه كيهبطني عند القايد. هذه هي الدويره اللي كاريه انا في مول ابراهيم ب 11000 وكنعاني من الكره. حنا كتكون عندنا غير الصيف اللي كتكون عندنا الخدمه يعني في الشهر ما كاين والو جود الله. كنعيش مع المحسنين. المهم كافيه خيري شري ما كنسعى حتى شي حد. ودابا انا ما تنسعى حتى شي حد بغيت غير حقي. بغيت انا نبني كرهنا درت غير بيت وكوزينه نعيش فيه بخير وعلى خير. شد من 2013 من 2013 تي في المعاناه من اللي شريتها في 2011 مع السلطات. اه غير البلان بعداك عام باش شديت الدعوة طالعه في 3 سنين تحكمت في 2016. قلت رانا فرحت شديت الحكم ديالي. ملي جا المفوض القضائي قلت له راه خرجت السلطات راه ما صلحش راه ما كاين لا اصلاح لا والو. راه خرج السيد القائد والتقني راه شافوا داكشي وراه داروا محضر بانه راه ما صالحش داكشي حتى حاجه مصلوحه. قال لي لا انا ما كنعرفش في البني. قلت له لا يستعن بالسلطات الا مشيتي لعندهم راه عندي واحد. شكون هذا اللي كما كيعرف البني؟ المفوض القضائي اللي جا من المحكمه المفيد. يعني كل شيء مع هذا السيد هذا كيساندو ما عرفاش ديك الساعات انا ما كان كيصحاب لنا هذاك الشيء هو اللي كيدير. اذا هذا الطاشرون هذا هو اللي كي اسميته الطاشرون بعدا السي عبد الرحمن ايشيهي تيقولوا له عبد الرحمن ايشيهي هو اللي تيبني في مول ابراهيم كل شيء. قال لك احسن طاشرون هنايا تقريبا هو اللي شاد هو اللي شاد السوق. اه ودابا الان باقي كيبني ما حبسوه ما والو رغم المخالفات رغم حتى حاجه ما كي قال لي جري طوالك. يعني السلطات ما خدات لك الحق فمو. المحكمه ما باقا ما نفذات ما خدات لك الحق باقي التنفيذ والو القايد العماله الوالي كل شيء خارجين من الحاضر قبل من المنفذ. ومن اللي خرج المنفذ قلت له سير راه هي السلطات خرجت لعندي. قال لي انا داك الشيء سيري انت كوني هانيه. شاف الشقوق وصور كل شيء دخل معاه للجامع خرج قال لي صافي انا غادي نقاد داك الشيء غادي نصاوبو. ملي جا سميتو قال لك راه التنفيذ راه صاوب داك الشيء اصلح.
قلت له مشيت عند السيد الرئيس انا والمحامي قلت له السي الرئيس راه داك المنفذ راه ما بغيت ندير به شكايه راه كلشي كذوب راه عندي محضر من السلطات القضائيه راه خرج القايد والتقني بيديهم والتقني بالخلعه الزلق يلا كان جا القايد جديد في الاخر كتبوا لي غير الخليفه اللي خرج ومشيت عند السيد العامل دعيت القايد وتلاقيت بالسيد العامل القديم التومي وخرج مكتب الدراسات وداروا مكتب الدراسات دخلتي دخلتي عند العامل لا تلاقيت به في الزنقه ما يمكنلكش تدخل عند السيد علاش هكاك علاش دابا الان علاش ما كيخليكش تدخل عنده اه في واحد اللي كاين في الباب ما يمكنش تدخل عنده وراه عندي فيديو ثاني مصوره في باب العماله كنغوتو حنا وواحد الناس اخرين انا كلشي هادشي اللي كنقول راه فيه دلائل وكاين فيديوهات عامل عامل تحناوت اقليم تحناوت تحناوت الاولاني اللي كان تومي هو اللي خرج مكتب الدراسات وخرج مكتب الدراسات وقالوا لي سيري ديري واحد بالفلوس حنا راه ما داكشي ما كنعرفوش ليه كذبوا عليا هو راه خارجين وشافوا كلشي وشافوا بانه ما كاين لا اساس لا والو ودرت خبره ب 50000 وانا ما عنديش وجبتها مشيت لعند السيد الرئيس وريته كلشي قال لي عاودي الدعوة وكانت غادية معايا القضية مزيان وخرجت لي خبرة الأستاذة بنشانة وكنحضر غير أنا هو ما تيحضرش وما كنعرفش علاش ما كيحضرش على الأخر بدلوها النهار اللي الشهر اللي غادي يكون عندي الحكم بدلوها صيفطوها الورزازات وجات وحدة جديدة وحنا قدامها حكمت وفي الحكم مكتوب بأنه حتى واحد ما كيحضر حكمت بأنه قالت لك رفض الطلب ديال الدعوه وعلاش ترفض ليا الطلب وانا داروا ليا دارت خبره من المحكمه وغادي بشوي بشوي زعما كره زعما ديك الدعوه راه هي كاينه من السيد الرئيس اللي قال ليا عاودي الدعوه وفي الاخر داروا ليا رفض الطلب مع اتباع مساطر اخرى هو يقول لي المحامي راه خاصك ديري مواصلات تنفيذ صدق دايره مواصلات شحال ضيعتي الوقت فيها دابا عام عام ديال الصيف عام دابا ما كاين والو هاد الشهر من 2016 لدابا راه ما كاين والو من المنفذ لدابا ما كاين والو والدعوه مفوقاش من 2013 من 2014 من 2014 شنو الخطوه دابا اللي درتي من بعد شفتي من بعد انا كنضرب عليه على التنفيذ هانيه دابا ملهيه مع هاد الشيء ملي شافوا هاد الناس شافوني ما درت حتى شي حاجه مع البناي طاشروا الخدام تيبني الدعوه ترفضت ليا كلشي جاو ناس اللي باعوا ليا ولاد خالهم تلاحوا ليا على البلاد ديالي اللي هي فيها الزنقه وفيها الشراجم وفيها الباب اللي قال لي الخبير راه عندك باب تما الباب راه محول وهما راه بالعاني داروا باش يتلاحوا تلاحوا الجبل يحيدوه ليا ملي حيدوا داك الجبل داخل في الملك ديالك داخل في الملك لانه قال لك راه داك الجبل ما خصوش يتقاس لانه ارث ديال ثقافي اه وحجر وداك داك الحجر ديال البني كيبنيو به الساسو انا راه ما بنيتش به انا ما خديتوش كاش هما كياخذوش ايه دابا راه كيبنيو به شكون اللي كياخذ السلطات الجماعه هما اللي كيجيبوا داك البروا وداك الشيء وهما كيخدموا داك الشيء بالليل بروجيكتور وداك الشيء دابا راه دابا الان دابا راه كاينه واحده راه تحيه سميتو لا باش نصورها نصيفطها لكم صوره نصيفطها لكم شفناهم قبيله قبيله فاش مشينا صورنا في عين المكان اي كاين شفناهم نعم وعندي فيديوهات كيفاش كان الجبل وكيفاش غادي كيتحيد وكيفاش غادي كيتعيد وكيفاش دابا ولا اذا هذا نهب للثروات ديال هادشي اللي كاين ديال الدوله قالوا لي جري طوارك ما كيمشيو بني وكيمشيو بنيو بهم المصالح ديالهم الشخصيه ديال القياده والسبيطار وكلشي داكشي كلشي كيتبنى بهاد الحجر وشي ستاسيون سمع شي ستاسيون تا هو تما ديال شي شخص معين هذا الحجر ديال الجبل ديال مولاي ابراهيم الطريق اللي كيتسنى غادي يجي على الطريق دير بحال الكرافي تا هو يعتبر من الملك ديال الدوله دير بحال الرخا دير بحال الرخا ودابا الناس راه كيطلعوا راه الديور اللي كيطلعوا دوزيام ما كاينش اللي كيطلع بريمير راه لا بلان لا رخصه لا والو بيدي سمعت القبطان قالها قاي لا القبطان ديال هذا اللي في كاين التحنوت اش كيقولوا له القبطان ولا كوموندو ديال الدرك ديال الدرك اللي كاين في لابيجي اللي التحنوت عيط لعبد الحق اللي في الدرك قال ليه شنو هذا الشيء كنسمع قال لي الترامي من المصالح ديالنا قلت له انا يا راسي اللي كنمشي للدرك تيقولوا لي حنا ما عندناش اختصاص في الترامي
ملي مشيت قلت ليهم راه عييت من الشكايات ما كاينش اللي كيتصنت، مشيت لتحناوت عيط له بالتليفون قال لي راه الوحيده في مول ابراهيم اللي متكريا دارها هي بوحدها اللي دايره البلان ودايره الرخصه. انا تلاميت علاش درت الاوراق؟ قلت صحابي ما ندير الاوراق الاول، كون بنيت بحالي بحال الناس. ايه تجزئه سريه قالوا، كيقولوا تجزئه سريه. عندي اعتراف في سير القائد راه قايلها، عندي فيديو بالصوت ديالو. يعني السيبه في هاد مول ابراهيم وصافي هادشي اللي كاين، ما كاينش. دابا قالوا لي جريت انا باقا كنجري. وشنو الخطوات اللي اخترتي؟ درت رسائل، درت مراسلات لما السيد الوزير الداخليه، السكنه والتعمير، الوالي، العامل، الباشا، القايد، الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، الله يحفظه والله يخليه لينا اللي كل ماشي هو كون راه كيدخل علينا للديار عطيونا العصا، لانه واحد الظلم اللي شفت ما عمر شي واحد شاف. دابا كتسنى صاحب جلالي ينصفك. هادشي اللي كاين. من بعد ما صيفطتي هاد الرسائل شحال الوقت باش صيفطتي هاد الرسائل؟ كندق ما كنلقاش. شحال صيفطتي شحال ديال الوقت دابا؟ غادي يكون دابا شي شهر ونص. باقي ما كاين لا جواب لا والو. باقي ما كاين والو. نعم. ومازال كنطالب بحقي، وحتى كنت غنقتل راسي قدام القيادة، ولاو الناس نصحوني قالوا لي لا راه كاين المساطير، كاينين الناس مزيانين، كاينين السلطات باقيين فيهم النزاهة، هي ديك باش نصحوني باش مشيت للرباط واستقبلوني. الرئاسة النيابة العامة مشيت لها في 29 شهر 10 واستقبلوني وصيفطوا لي رسالة قالوا لي راه حنا وجهنا للقضية ديالك الوكيل الملك مراكش، ولكن اللي كيجي لمراكش كيحبس. كيحبسوه؟ اه. اللي كتمشي لمراكش للوكالة الحضارية ولا العامل ولا كيجيو لجان وكيمشيو، وأنا باقا واقفة في بلاصتي تحت ما تيجاوبني، ودابا الآن باقيين كيضحكوا عليا. الضحك انا عندي الصوت ديال السلطات كيهضروا معترفين بانه كاين تجزيء سري وكاين مخالفات، كاينين مخالفات رئيس الدائره وكاين الرئيس ديال القرويه حاج ام كيزو، وكاين رئيس الجمعيه القرويه، وكاين تقني اللي في العماله هو اللي قال لك الافلام ديالي انا ما كيتسالوش، هو اللي كيحكم في كل شيء، هو اللي كيدير البلان، والناس راه دافعين البلانات ديالهم مخلصين، كيقول لهم من بعد عيسيروا بنيو، وكيقيدوا مخالفه وكيصيفطوها للمحكمه، وتيخلصوا غير واحد شويه، والناس مساكن راه بانيين، باغيين غير البلان، الناس ما شادين لا بلان لا والو، وعاطيين فلوسهم للتقني. راه اللي وقفتوا عليه وقلتوا له فينا هما الفلوس فينا وط البلان ديالكم، غايقول لك حنا عاطين الفلوس، وانا هادشي شهدت عليه لانه عطيت 40000 ريال في الاخر ماشي هو اللي عطى ليا، مشيت شديته انا من الوكاله الحضاريه.